صدى ايه ده؟ من الخرطوش اللي هي البلي بتاع الداخليه. بلي؟ اه طب ما تروح ما كشفت ايه في دماغك؟ ما بلي في دماغي وبلي في دراعي. في دراعك. صور الناس البلطجيه. صور الناس من الخواش الناس الغلابه. صور الداخليه. كمان بلطجيه عليه. جيت الصبح الضرب كان شغال بالليل حسب انا كنت هنا بالليل الصبح انا واصل هنا الساعه 8 ونص. الضرب من امتى؟ من 8 ونص. انا اول ما جيت الضرب شغال. يعني الضرب من 8 ونص؟ اه اكيد كان شغال من قبل كده. انا كنت هنا وماشي الصبح على الفجر. جيت لقيته شغال. ولسه شغال. رضوى زي الاول. ولسه فرتشونا معانا اسلحه ولا لا؟ عشان اللي سابونا من الاسلحه وهم اللي ضربوا فينا. ده شوف ده اللي بيحصل. في واحد غلابه الناس مش لاقيه تاكل وما تعيش تجيب دوات وتصور ده. واخدين فلوسنا؟ فلوسنا رايحين يجيبوا بيها من امريكا قنابل عشان يضربونا بيها. اسمك ايه يا حاج؟ عايزه تقولي ايه طيب؟ تبلغي ايه المشير؟ ابلغ المشير ايه؟ تقولي ايه؟ اقول يعني هو عاجبه النظام دوت الناس المشير. الغلابه سياده المشير اقول للناس الغلابه دي كان بقى وجمعت تحيه الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا ليه ما بيعاقبش الناس الكبار اللي حراميه اللي سرقوا البلد وهربوا او مثلا اتحبسوا ما اتحكمش لو واحد غلبان وموت واحد كان عدموه لكن ده موت امه ناس موت امه يرضى ربنا الناس الغلابه دي يعمل يعني ايه سياده المشير يعني المفروض ان يبص على الناس الغلابه دي برضه مش على اساس ان مثلا يشوف ان سيب البلطجة ان خلي الناس تجيب بلطجية علينا ويفتشونا ويضربونا فينا واحنا ماشيين في حالنا. انا واحده من الناس بدور على اكل عيش عيالي مش لاقيه. طب ليه يحصل كده؟ ليه السيد المشير ما يعملش حل الموضوع ده؟ وشكرا.